السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة في كل مكان من القاهرة إلى أسوان، معكم الأستاذ حسن إناوي مدرس اللغة العربية بقناتكم المفضلة قناة الوفد التعليمية. إن شاء الله نشرح مع بعض دروس سهلة وبسيطة لطلاب الصف الثالث الثانوي، ومعاكم النهاردة وهنشرح أول درس قراءة إرادة التغيير. لازم تعرف ان ببساطة كده الدرس بيدور حوالين ما المقصود بالإرادة، وكيف يحدث التغيير، وما العلاقة بين الإرادة والتغيير. يعني الدرس عبارة عن كلمتين: الإرادة، إرادة التغيير، إرادة التغيير. ما المقصود بالإرادة؟ وكيف يحدث التغيير؟ وما العلاقة بين الإرادة والتغيير؟ ببساطة كده مبدئيا قبل ما ندخل في الدرس، الإرادة هي العزيمة، هي دافع قلبي، ولكن هذا الدافع القلبي لا يحدث أي تغيير إلا إذا تحول إلى عمل. افتكر نفسك كده لما كنت صغير وكانت عندك إرادة إن أنت تقف وتمشي مثل الكبار. هذه الإرادة دافع داخلي، لو لم يتحول إلى عمل لأصبحت عاجزا، فكنت دائما تصر أن تحقق هذه الإرادة بالعمل، بأن تقف مرة وتسقط مرة، وتمشي مرة وتقع مرة، ثم أصررت ووصلت إلى التغيير، فقمت ووقفت مثل الكبار تمشي وأصبحت رجلا كبيرا. أين هذه الإرادة يا طلاب الثانوية العامة؟ لو كانت هذه الإرادة موجودة الآن لكنتم غيرتم الكون جميعا. ندخل في درسنا. إن الإرادة هي العمل، الإرادة هي العمل. أنا عايز أعرف إيه هي الإرادة وإيه شروط تحقيقها، فرح قال لي الإرادة هي العمل، والعمل ده بيحقق هدف وبيزيل العقبات. تعريف الإرادة: الإرادة هي العمل، والعمل ده بيحقق هدف وبيزيل العقبة. يعني أنت مثلا عايز إن شاء الله تخش كلية طب، عايز تخش هندسة، فدي إرادة. عشان تحقق الإرادة دي لازم تحولها إلى عمل، عشان العمل ده يحقق لها إيه؟ الهدف. بس أنت أثناء سعيك في تحقيق الهدف ده هتقابل عقبات، زي مثلا الدروس طويلة، فيها صعوبة، بتحس ببعض الكسل، فأنت لازم تزيل العقبات دي. يبقى إذن الإرادة هي العمل، والعمل ده بيحقق الهدف وبيزيل العقبات. إن يكون الهدف اللي أنت بتسعى لتحقيقه هو هدفك أنت، وإلا أصبحت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف. شوف انت هتحس بقيمة الكلام ده مثلا لما انت تروح مع صديقك مثلا تشتروا حاجة خاصة من صديقك، يعني تشتروا قميص مثلا او تيشيرت، فهو صاحب الهدف اللي هو هيشتري التيشيرت ده او هيشتري القميص دوت، فيبقى كل هدفه بقى ان هو مثلا يجيب تيشيرت جيد وسعره قليل، وعمال يشوف الانواع وايه اللي مناسب ليه دوت عشان هدفه. لكن صاحبه اللي رايح معاه هو مش هدفه، هو رايح بس معاه كده هوت، فهتلاقيه مش مهتم قوي بجودة الملابس ديت او بسعرها وهو ماشي. لو صاحبه وقف في المحل ده هيقف، لو اشترى يبقى هيستناه، لو هيقيس مثلا يبقى قاعد برضو في انتظاره. يبقى الصاحب اللي رايح مع زميله ده هو ده آلة مسخرة في يد صاحب الهدف. عارف مثلا كده زي الزوج مثلا في يوم اجازته وزوجته واخداه وتجيب شوية طلبات، فهي عارفة هي رايحة تجيب ايه وهتشتري ايه وبكام على قد امكانياتها مثلا. طب زوجها اللي ماشي معاها هو بقى كده هيبقى آلة مسخرة في ايد زوجته. هي هتقف مثلا عشان تجيب سمك مثلا، هو يقف. لو مشت شوية عشان تجيب لحمة يبقى هو يقف، لو كملت يبقى هو هيكمل، يبقى هو بقى آلة مسخرة في يد صاحب الهدف. يبقى احنا قلنا ان الارادة هي العمل، والعمل ده بيحقق الهدف وبيزيل العقبة. ايه شروط تحقيقها؟
شروط تحقيق ان الهدف ده يبقى هدفك انت، والا اصبحت اله مسخره في يد صاحب الهدف. شوف انا مبسوط قوي ان احنا نعرض مثلا بطريقه سهله ومبسطه، بس انا اللي يهمني قوي انت كطالب في ثالثه ثانوي ان انت تعرف شكل الامتحان، يعني شكل السؤال هيجي ازاي. تعال نشوف مثلا في اغسطس 2017 بيقول لي علي يشترط في الاراده او العمل ان يكون الهدف هدفك انت. يلا بقى كده جاوب ايوه، علشان ما بقاش اله مسخره في يد صاحب الهدف. شوف اجابه سهله وبسيطه، بس انا نفسي تبقى انت مركز الاجابه من اول كده وعارف انت هتذاكر ازاي وهتحل كمان ازاي. ده في اغسطس 2017. في كتاب المدرسة بيقول لي متى يصبح الانسان آلة مسخرة في يد صاحب الهدف؟ لما يكون ايوه، لما يكون الهدف مش هدفه هو، ساعتها يبقى آلة مسخرة في يد صاحب الهدف. دي كانت الفكرة الاولى، تعريف الارادة وشروط تحقيقها. الكاتب اللي هو زكي نجيب محمود هينتقل لمعلومة اخرى، ان الارادة هي الفعل. فبيقول لي ان لا ارادة بغير فعل، لا إرادة بغير فعل، زي الوالد لا يكون والد بغير ولد، ولا اليمين بغير يسار، ولا البعيد بغير قريب. وقال لي دي متضايفين، يعني الأشياء دي الأولاني ما بقاش موجود بدون التاني، فقال لي دي متضايفين، يعني عايز يقول لي إن هي الإرادة والفعل وجهان لعملة واحدة، لا يكون أحدهما دون الآخر. فانا زي ما بيقول لي كده، انت مش شرط ان انت عشان انا اب اقول لك ايوه انا اب عشان ليا اولاد، لا مش شرط تقول كده، انت بس نفس القصه قول اب وخلاص. يبقى انا اب مش شرط ان انا اقول ان انا عندي اولاد. فزكي نجيب محمود بيقول لك برضه اول ما تقول اراده فمش شرط تقول الفعل، مش شرط تقول الفعل، فقولنا إرادة الفعل لا يزيد شيئا عن قولنا الإرادة، لأن ديت متضايفة. يبقى تاني الإرادة هي الفعل، ولا إرادة بغير فعل، زي الوالد لا يكون والدا بغير ولد، ولا اليمين بغير يسار، ولا البعيد بغير قريب. ديت متضايفة. تعال نشوف بقى أهو علل. لا فرق بين إرادة الفعل والإرادة، ما أنا قلت لك أهو هما وجهين لعملة واحدة، فلو أنت قلت إرادة يعني إحنا هنفهم كده إن جواها فعل، لأن لا إرادة بغير فعل، فمش لازم تقول إرادة الفعل، مش لازم تقول إرادة الإيه؟ الفعل. زي ما أنا بقول أنا أب مش شرط أقول إن أنا عندي أولاد، خلاص هي مفهومة، مفهومة إن الأب عنده إيه؟ أولاد. وبرضو الإرادة مفهوم ان هي فيها فعل، فإرادة الفعل لا يزيد شيئا عن قولنا إرادة الفعل. اهو بيقول لي اهو في كتاب المدرسة قولنا إرادة الفعل لا يزيد شيئا عن قولنا الإرادة. هقول له لان لا إرادة بغير فعل، زي الوالد بغير ولد، واليمين بغير يسار، لان ديت متضايفات لا تكون بغير ان تضاف الى شقها الاخر. يبقى دي اول نقطة، ان الارادة هي الفعل. بيقول لي خلي بالك بقى ان برضو لا فعل بدون تغيير، يعني اي فعل انا بعمله بيعمل تغيير، اي فعل انا بعمله بيعمل تغيير، يا اما بيغير مكان الشيء اللي انا بقوم بيه، او بيغير اداؤه، او بيغير علاقاته بالاشياء. يعني ايه مثلا؟ يعني انا مثلا جائع، لو انا جعان انا لازما دي عندي ارادة، إرادة الوصول إلى الشبع، فبيقول الإرادة دي هتخليني أغير مكاني، يعني أروح المطبخ، وهتغير أدائي، يبقى أنا بعمل شوية طلبات كده عشان أجهز الأكل، فهيغير أدائي لأن أنا لما أكل هبقى نشيط، فتحولت من الكسل إلى النشاط، يبقى غيرت مكاني، رحت جبت الأكل من المطبخ، غيرت أدائي، اتحولت من الكسل إلى النشاط، وبالتالي اتغيرت علاقاتي بالاشياء فاصبحت في سعاده. فقال لي مثال زي الجدار بيكون في الجبل، فلما احنا عملنا له تغيير اصبح جزء من الجدار، والماء كانت في النهر لما عملنا له تغيير اصبحت في انابيب المنازل. اذا لا فعل
بدون تغيير هيغير مكانه، هيغير أداؤه، هيغير علاقاته بالأشياء. تعال نشوف الأسئلة أهو. مايو 2017، يلا جاوب أنت. بما تفسر قول الكاتب لا فعل بدون تغيير؟ أقول له لا فعل بدون تغيير لأن الفعل بيحدث تغيير، بيغير مكانه، بيغير أداؤه، بيغير علاقاته بالأشياء. هيتدرج بينا تاني ويقول لي ان الإرادة هي التغيير. بص بقى، شوف احنا قلنا في الاول خالص ان الإرادة هي الفعل وان الفعل بيحدث تغيير، اذا الإرادة هي التغيير. زي ما انت بتقول ان ألف بتساوي ب، يبقى ب بتساوي جيم، اذا ألف بتساوي جيم. اقولها تاني، ألف بتساوي ب، يبقى ب وكمان ب بتساوي جيم، اذا ألف بتساوي جيم. فبيقول لي ان الإرادة هي الفعل والفعل بيحدث تغيير، اذا الإرادة هي التغيير. وديت قال لنا فقولنا إرادة التغيير لا يضيف شيئا الى شيء. زي ما انت كده تقول انسان حي، فمش شرط ان تقول ان هو كائن حي، يعني عنده هدف وان هو عنده عقل وكمان مريد وفي إرادته فاعل وبيحدث وهو محرك ومتحرك ومغير ومتغير. كل الكلام دوت احنا فهمناه اصلا من اول كلمة انسان حي. يبقى هو عايز يوصل لحاجة ان الارادة هي التغيير، فقولنا ارادة التغيير لا يضيف شيئا الى شيء. شوف السؤال بيقول لي يرى الكاتب ان قولنا ارادة التغيير لا يضيف شيئا الى شيء. اقول له ايوه، لان الارادة هي التغيير، فقولنا ارادة التغيير ده لا يضيف شيئا وانما يبرز عنصر من عناصرها. انت لازم تعرف حاجة، ان الارادة دي ليها عنصرين، ليها فعل وليها تغيير. فلما تقول ارادة مش لازم تقول فعل، ولما تقول ارادة مش لازم تقول تغيير. فالارادة هي الفعل والارادة هي التغيير، لان ديت عناصر الارادة. دي كانت الفكرة الأولى اللي هي إيه هي الإرادة وإزاي يحصل التغيير وإيه العلاقة بين الإرادة والتغيير. طيب لماذا نغير؟ يا ترى إحنا هنغير لمجرد تبديل وضع بوضع؟ يعني إحنا مثلا قبضنا مثلا على محافظ مرتشي مثلا، فيا ترى إحنا هنشيله ونجيب محافظ مرتشي مرة أخرى؟ يعني محافظ مرتشي آخر يعني؟ طب إحنا كده غيرنا إيه يعني؟ غيرنا محافظ مرتشي، شلناه جبنا محافظ مرتشي اخر، ده مش تغيير خالص. لا، هو التغيير ليس لمجرد تبديل وضع بوضع، ولكن التغيير حتى يكون تغييرا صوابا لازم يكون تغيير وضع اعلى بوضع ادنى. خلي بالك، وضع اعلى بوضع ادنى، لان انا لما هوصل للتقدم هتخلص من التخلف. انا لما هوصل للتقدم هتخلص من التخلف، لان خلي بالك احنا بنبدأ بالوضع الاعلى. زي ما انا بقولك اشتري القلم بالفلوس، فانا بدلت القلم بايه؟ بالفلوس. فلازم أن تقول هبدل وضع اعلى بوضع ادنى. ومقياس العلو دوت بيتقاس بعدد المواطنين اللي هم هيعملوا القوانين. يعني انا مثلا لما اجي مدرس مثلا عايز يغير ميعاد الحصة مثلا، هو عشان يغيرها فهو بياخد اكبر عدد من الطلاب اللي قدامه اللي هم هيتفقوا على الميعاد اللي الاستاذ هيكرره. فهو مثلا قال ان الميعاد اتغير بالساعه 5، مش هيقدر ان هو يغيره الا لما يشوف راي الاغلبيه، فبيتقاس بعدد المواطنين. ده اللي هو ايه؟ مقياس العلو يعني. فبيقول لي متى يكون التغيير صوابا وكيف يقاس؟ التغيير صوابا هل مجرد تبديل وضع بوضع؟ لا. أمال إمتى يكون التغيير صوابا؟ لما يكون تغيير وضع أعلى بوضع أدنى. وكيف يقاس؟ قلنا يقاس بعدد المواطنين. السؤال بطريقة أخرى، متى يكون التغيير صحيحا ومتى يكون خاطئا؟ التغيير خاطئا لما يكون وضع بوضع، تبديل وضع بوضع، لكن يكون صحيحا لما يكون تغيير وضع أعلى بوضع أدنى. يعني نحن نسعى إلى الوصول إلى التقدم فنتخلص من التخلف، وبذلك يحدث التغيير. بس السؤال بقى، إحنا هنغير إيه؟
يا ترى احنا هنشوف الناس المرضى ونعالجهم مثلا؟ نشوف الجهل ونعلمهم؟ نشوف الجوع نطعمهم؟ نشوف الطرق نوصفها؟ المصانع نبنيها؟ قال لك لا، دي تفاصيل تعدي بالالوف، يعني لا حسرة لها. امال هنعمل ايه؟ قال لك لا، احنا لازم نغير المبادئ التي يندرج تحتها القيم والمعايير، ولو احنا غيرنا المبادئ هنغير الحياة بأسرها. تاني مرة أخرى الموضوع دوت، يعني أنا مثلا لو عايز أخلي الطلاب المدرسة بتاعتي أشطر طلاب أعمل إيه؟ يا ترى أنا هغير الديسكات، هلون أو أدهن المباني، هغير السبورات؟ قال لي لا 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 لا، الموضوع ده جميل وكويس ومتطلب، لكن الأفضل من كده إن إحنا نغير المبادئ، يعني نغير طريقة تفكير الطلبة، نغير أهدافهم نحو الوصول إلى النجاح، نغير فكر المدرس نفسه إن هو يكون مفكر ومبدع ملهم لطلابه، ساعتها يحدث التغيير. يبقى إحنا لما نيجي نغير، قال لك ما تغيرش التفاصيل، لأ غير المبادئ، يعني إحنا عشان نتغير كلنا ونوصل للتقدم في بلدنا مصر لازم نغير الضمير. نغير الضمير ليه؟ لأن أنت لما بتيجي مثلا في ناس مهمة، في متابعة، في وزراء، في ناس مشرفين، بتلاقي الدنيا كلها تمام وورود والدنيا تترصف وتمام كل حاجة تمام. طيب بعد ما يمشي المسؤول دوت ترجع الدنيا كلها زي ما كانت في الأول. يبقى احنا محتاجين نغير ايه؟ الرقابة، ان يكون اللي بيراقب علينا ضميرنا مش المدير او الوزير اللي هو جاي لي. فلازم ان احنا نغير المبادئ، وقال لي لو احنا غيرنا المبادئ هتتغير وجه الحياة بأسرها. طب ازاي نغير؟ كيف نغير؟ قال لك نختار لكل موقف معيار، يعني لكل موقف نختار له قانون عشان يطبقه، والمعيار ده بيحقق لازم ان يحقق للشعب القوة والكرامة والامان والمنفعة. تعال نشوف السؤال اهو، بيقول لك السؤال الخطأ، هل الإرادة التي أطلقت الشعب يوم انتصاره هي إرادة التغيير؟ قال لك لا، ما تقولش كده، قول ماذا نغير وما الهدف من التغيير. يلا قول لي بقى كده، جاوب ماذا نغير من حياتنا؟ قال لك نغير المبادئ التي تندرج تحتها القيم والمبادئ. لماذا؟ قال لك عشان بها يتغير وجه الحياة بأسرها. طب كيف نغير؟ قال لك نختار لكل موقف معيار لازم يحقق للشعب القوة والكرامة والأمان والمنفعة. طب لو انت هتختار لكل موقف معيار زي ايه مثلا؟ اديني القيم اللي انت، مش انت بتقول لي ان احنا لازم نغير المبادئ والمعايير، طب مبادئ زي ايه او قيم زي ايه؟ قال لك مثلا زي التوحيد بين العام والخاص، وكمان ننقل موضع الزهو من عدم الخضوع للقانون الى الزهو بالخضوع للقانون. يعني شوف، قال لي اولى القيم التي لابد من ترسيخها في الاذهان حتى يحدث التغيير ان احنا لازم نوحد بين العام والخاص، وقال لي كمان لن تكون ارادة التغيير قد نالت من حياتنا قدر امله، يعني اقل شيء الا لو ما نغير تقليدا خطأ قد ورثناه، وهو ان احنا نوحد بين العام والخاص. زي ما احنا بنهتم بالابن نهتم بالمواطن، زي ما انا بهتم بالدرس الخاص مثلا كمعلم مثلا، لا اهتم كمان بالمدرسة الحكومية. زي ما انت بتهتم بتنظيف الدار اهتم بتنظيف الطرق، زي ما بتهتم بالعيادة الخاصة بتيجي في الوقت المناسب، بتهتم بتعقيم ادواتك ايها الدكتور، بتكون بشوش في معاملاتك مع المرضى زي ما انت بتعمل كده في العيادة الخاصة، اعمل كده برضو في المستشفى العام. ايه رأيك؟ لو احنا عملنا كده هيحصل ايه في المستشفى العام؟ هتلاقي ناس مرمية في الارض يسال دمها ومفيش حد بيسأل عنها؟ لا لا لا، لازم نوحد بين العام والخاص. فبيقول الخلاصة ان احنا نهتم قوي بالانا والنحن زي بالظبط ما نهتم بالهو وهم، فالانا ونحن هي الاسرة وحدودها، وهو وهم اللي هم ابناء الوطن، لازم نوحد
بين العام والخاص علشان تتغير بلدنا مصر وتبقى في اعظم شأن ان شاء الله. النقطة الثانية ننقل موضع الزهو. بعدم الخضوع للقانون الى الزهو بالخضوع الى القانون. طبعا انت عارف ان الناس واخدة فكرة ان صاحب الجاه وصاحب المنصب هو الذي لا يخضع للقانون. فنحن ورثنا تقليدا او تقليدا خطأ بان احنا نصف صاحب الجاه هو الذي يستطيع الافلات من القانون وهو الذي يملأ داره باللحم والسكر حين يكونان بمقدار. يعني لما كان مثلا السكر في فترة من الفترات غالي قوي فاحنا صاحب بقى الجاه والسلطة هو اللي هيعرف يخلص نفسه ويعرف في الازمة دي يشوف مصلحته وكمان يخزن ويجيب لقرايبه. هو دوت اللي بيقدر يفلت من القانون، ما بيقدرش يقف في كمين، ما بيتخطى القوانين اشارة المرور. هو دوت لازم نغير التقليد ده اللي هو عدم الخضوع للقانون وننقل موضع الزهو. الزهو يعني الفخر. الفخر نفتكر مثلا بالشيخ الشعراوي مثلا لما كان في مرة رايح يكشف عند دكتور ولقى زحمة كتيرة قوي، والدكتور عرف ان الشيخ الشعراوي موجود فأصر ان هو يكشف له قبل الناس الموجودة فرفض. يبقى هو قالك انا هقف في دوري. يبقى دوت هو الشخص الذي نريد ان نفتخر به اللي هو بيخضع للقانون وليس الذي لا يخضع للقانون. لابد ان نفتخر بهذا. يبقى المعايير التي يجب هو قال عشان نوصل للتغيير هنغير التفصيلات، قالك لا غير المعايير والقيم. طب لو غيرت المعايير والقيم قال هتغير وجه الحياة. طب نغير ايه يعني؟ قالك واحد بين العام والخاص وانقل الموضع الزهو بين عدم الخضوع للقانون الى الخضوع للقانون. والجزئية دي اهم جزئية في الدرس، خلي بالك. يقول لي كده مقولة القيم التي لابد من بثها وترسيخها في الاذهان حتى يحدث التغيير. هقول له التوحيد بين العام والخاص، زي ما احنا بنهتم بالابن نهتم بالمواطن، زي ما بنهتم بتنظيف الدار نهتم بتنظيف الطرق، العيادة الخاصة مستشفى العام الخلاصة نهتم بالأنا ونحن زي الهو وهم. متى لا تكون إرادة التغيير قد نالت من حياتنا قدر أمولها؟ لو ما عملناش الاثنين دول، ما عملناش ايه؟ ما وحدناش بين العام والخاص ولا نقلنا موضع الفخر بعدم الخضوع للقانون. ما العوائق التي ورثناها من التقاليد الاجتماعية وتقف أمام التغيير؟ أرجوك أنا عايز أقول لك إن درس إرادة التغيير هو درس جميل وسهل، مشكلته في صياغة الأسئلة. فعشان كده أنا أنت كطالب ثانوية عامة أنا عايزك تتعامل مع شوف الأسئلة إزاي. وصدقني الثانوية العامة مش مذاكرة، عشان تبقى عارف طلبة كتير بتذاكر 14 ساعة وفي النهاية بيجيبوا مجموع قليل لأن هو حفيظ. أنا عايزك تبقى فاهم. وانت كل ما درجتك انت بتتعامل مع الامتحانات وشايف شكل السؤال ده بيزيدك ثقة ايام الامتحان نفسه. فهو بيقول لي ما العوائق التي ورثناها من التقاليد الاجتماعية وتقف امام التغيير؟ اقول له ان احنا ما بنهتمش بالتوحيد بين العام والخاص وبنفخر بعدم الخضوع للقانون. طيب خلي بالك بقى من السؤال ده مهم قوي. ما المقصود بانا ونحن وهو وهم وفرق بينهم؟ قال الأنا ونحن الأسرة وحدتها، أما هو وهم أبناء الوطن. ذكر الكاتب أرجوك ذكر الكاتب سببين للزهو أحدهما صحيح والآخر خطأ. الصحيح الزهو الخطأ الزهو بعدم الخضوع للقانون، والصحيح الزهو بالخضوع للقانون. مايو 2017 بما تفسر قول الكاتب لابد أن ننقل موضع الزهو علشان يحدث التغيير الذي نرجوه ان احنا ننقل موضع الفخر بعدم الخضوع للقانون الى الزهو بالخضوع للقانون. باكد تاني لازم انت كطالب ثانويه عامه تتدرب على شكل الاسئله. الفكره الاخيره بقى هي العلاقه بين الفرد والمجموعه الجماعه. في ناس بتقول ان في تعارض بين الفرد والمجموعه، يعني ان الفرد يبقى في جماعة ده بيقيد حريته. فمثلا في واحد يقولك ياه انا لو امي مثلا وابويا مسافرين يبقى انا كده هاخد راحتي، يبقى اجي وقت ما انا عايز
واروح وقت ما انا عايز، اسهر بالليل مع اصحابي، محدش يقول لك رايح فين جاي منين. هو فاكر ان في تعارض بين الفرد والمجموع، الكاتب بيقول لك لا، ده بالعكس، وجودك انت كفرد في جماعه بيضمن ليك حريتك وبيضمن مشاركتك للمجموع في رسم الاهداف. خلي بالك، لازم تفهم ان القواعد دي لا تقيد حريتك بل تنظم حريتك. يعني الاب لما يجي يقول لك مثلا تبقى متواجد في البيت مثلا الساعة 11، يبقى هو كده بيأمنك وبيطمئن عليك وخايف عليك لا يحصل لك اي مكروه او اي شيء ضرر ليك. فهو كده هو سابك طول النهار رايح دروسك ورايح مع اصحابك وخارج وكل حاجة، بس هو طلب منك، طلب ان انت تبقى موجود بس مثلا الساعة 11 او الساعة 12 بالليل علشان يبقى انت عايش في امان. فهو كده بتضمن ليك حريتك. بس الكاتب بيقول لنا عشان نفهم الموضوع دوت، لازم نفرق بين اطار السير وخطوات السير. خلي بالك، يبقى بما رد الكاتب على القائلين بوجود تعارض بين الفرد والمجموع، قال لك لازم نفرق بين اطار السير وخطوات السير. بس انا عايز افهمك بطريقة مبسطة. يعني انا مثلا في ميعاد الدرس اللي انت بتروحه، مثلا انت بيبقى ليه ميعاد معين وفي امتحان قبل الحصه، في انضباط، القواعد ديت هي اللي بتحمي انت، يعني بتساعد على فهمك وبتساعد على تفوقك. فدي اسمها اطار السير. اطار السير اللي هي القواعد المنظمه للحصه، مثلا الميعاد امتى والواجبات والامتحان والمذاكره. لكن في خطوات السير، عايز تقعد قدام، عايز تقعد ورا، بتلبس اي لبس انت بيعجبك بتيجي بيه، فدي اسمها خطوات الايه؟ السير. فهو بيقول لي دلوقتي ماذا تضمن العلاقه بين الفرد والمجموع؟ قال لي بتضمن له حريته وبتضمن كمان مشاركته للمجموع في رسم الايه؟ الاهداف. أغسطس 2017 علل عدم تعارض العلاقة بين الفرد والمجموع. هقوله لأن احنا لازم نفرق بين إطار السير وخطوات السير، ولازم تقول بما رد الكاتب على القائلين بعدم وجود تعارض بين الفرد والمجموع، قول انت بقى أيوة، إن احنا نفرق بين إطار السير وقواعد وخطوات السير. وهو عشان يفهمنا الدكتور زكي نجيب محمود، عشان يفهمنا الموضوع دوت، ادانا كده شوية امثلة، ادانا مثال مثلا لاعب الكرة او لاعب الشطرنج. خلي بالك، هو عنده قواعد بتنظم اللعبة. يعني مثلا لاعب الكرة ما ينفعش يلمس الكرة بايديه مثلا، ما يبقى دي اسمها قواعد السير. لكن مثلا برضو لاعب الشطرنج ليه قواعد، العسكري بيتحرك حركتين وحرك كده، الوزير بيتحرك كده، الفيل، يبقى دي فيها اسمها قواعد. لكن هو حر بقى في تحريك اي قطعة، يعني هو حر ان ممكن يضحي مثلا، يعمل خطة ان هو يضحي بالوزير علشان هو الخطة دي هتوقع صاحبه في ان هو يفوز وياكل الملك. يبقى في قواعد للسير بتحكم اللعبه، وفي خطوات السير انت حر بقى تعمل الخطه اللي انت، خطه اللعب اللي انت عايز تلعبها. اعتقد المثال هيوضح قوي هنا في المثال بتاع الكاتب وقواعد اللغه. شوف، انا ككاتب مثلا هكتب قصه او هكتب روايه مثلا او هكتب مسرحيه، انا مقيد بقواعد اللغه، يعني مقيد بقواعد النحو، فما ينفعش مثلا اخلي المفعول به مرفوع او اخلي الفاعل منصوب ولا الفاعل منصوب، لا لا لا، انا كده بخالف قواعد اللغه. يعني ما ينفعش اقول ان المسلمون، كده انا بخالف قواعد اللغه. قال لك لا لا لا، انت التزم بقواعد اللغه، يبقى دي اسمها قواعد السير. لكن انت حر بقى في خطوات السير، والله الموضوع بتاعك ده عايز تكتبه في مسرحيه، في قصه، في روايه، في شعر، انت عندك الحريه ديت اللي هي خطوات السير. يعني في طريقه صياغتها، الكاتب ومبادئ المنطق، مثلا المنطق العقل مثلا،
العقل بيقول لي مثلا لو انا عايز اروح مشوار، المشوار دوت القطار اللي انا اركبه هيقطع 200 كيلومتر في الساعتين، فما ينفعش انا اقول اذا انا استطيع ان انا اوصل طريق 200 كيلومتر في الساعتين يبقى انا ممكن اخد قطار بيمشي 20 كيلومتر في الساعه. ينفع؟ لا، ده المفروض يمشي 100 كيلومتر في الساعه، لان ال 100 كيلومتر في الساعه يبقى هتؤدي الى 200 كيلومتر في الساعتين. يبقى انا دلوقتي علشان احس بالحريه لازم نفرق بين اراده التغيير، لازم نفرق بين خطوات السير وقواعد السير. بيان الكاتب مستشهدا أن الحرية قواعد وضوابط، وضح ذلك بمثال. والله أنا بالنسبة لي لو هكتب المثال اللي في النص ده، اللي هو إن لازم الكاتب وقواعد اللغة، إن هو في خطوات في قواعد السير نحو الصرف، ما ينفعش يرفع مفعول به وينصب فاعل، دي قواعد السير. لكن هو عنده خطوات السير، حر في طريقة كتابة الموضوع اللي هو هيكتبه. وبكده احنا بفضل الله خلصنا درس إرادة التغيير، وأنا كان كل تركيزي إن هو يطلع بصورة مبسطة وسهلة، وأهم حاجة إن أنا أركز على شكل السؤال بيجي إزاي في الامتحان. دمتم في أمان الله، وإن شاء الله في التعليقات هسيب لك امتحان 2017 مايو أغسطس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.